بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب. ألقى على حضراتكم المحاضرة الخامسة في مادة كم 417 المادة الاختيارية اللي سميناها Selected Topics in Organic Chemistry. المحاضرة هذه راح نتناول بها The Protection of Carboxyl Group أو Carboxylic Acid Group. راح نحمي بها أو نتعرف على حماية مجموعة الكاربوكسيل جروب. راح ناخذ أول شيء شلون نسوي بروتكشن جروب للكاربوكسيل جروب، وبعدين ناخذ أول بروتكشن جروب اللي هي مثل إستر، نحول الكاربوكسيليك أسيد إلى إستر اللي هو سو مثل إستر، ونقدر نحوله إلى أيزوبروبايل إستر وتيرشيري بيوتايل إستر وكذلك بنزايل إستر، وكذلك راح ناخذ السيلايل إستر. طبعا هذه الاسترات طبعا مختلفة الرياجنات وكذلك مختلفة الدي بروتكشن، الرياجنات المستخدمة في إزالة مجموعة الحماية راح نتعرف عليها وراح نشوف شلون نقدر نستخدمها وشلون نقدر نزيلها. راح ناخذ طبعا summary of protecting groups، راح ناخذ خلاصة للمجموعة الرابعة اللي هي مجموعة الكاربوكسيليك أسيد. راح ناخذ السمري على الاورثوغوناليتي للبروتكتنج جروب بشكل عام، وراح ناخذ بالاخير كويز بهاي المحاضره او بنهايه المحاضره. اول شيء طبعا خليني نشوف شنو اللي اخذناه بالمحاضرات السابقه. طبعا اخذنا مجموعه الحمايه للكحولات وتعرفنا على مجاميع مختلفه في الكحولات اللي يجوز المجموعه الاكبر من ناحيه عدد المجاميع الحماية اللي نستخدمناها واللي كانت مجاميع كثيرة ومتنوعة وخاصة بالأورثوغوناليتي مالتها. أخذنا الألديهايد والكيتون، طبعا أخذنا مجموعة الأسيتال هنا سايكليك أسيتال وحمينا بها الألديهايد والكيتون وتعرفنا شلون نقدر نزيلها. طبعا أكو غير مجموعة اللي هي حماية الألديهايد أو الكيتون، نستخدم الدايثاين بدل هنا أنا عندي الأكسجين، ممكن تكون عندي ثايول، يعني خلينا نقول كبريت مثلا بدل الأكسجين، فصير عندي دايثاين بدل ما استخدم دايول في مجموعة الحماية. أخذنا مجاميع الحماية للأمينات وكذلك قلنا بها مجاميع مختلفة واستفادنا يعني منها. ماذا عن الكاربوكسيليك أسيد؟ شنو اللي نقدر نسويه بالمجموعة الكاربوكسيليك أسيد؟ طبعا بداية الكاربوكسيليك أسيد هي مجموعة حامضية، يعني بها بروتون حامضي، يعني يختلف عن المجاميع الأخرى اللي هي عندي مثل أمينات قاعدية، وكذلك عندي بها مجموعة كربونيل. الأغلب التفاعلات اللي تصير عليها من على الحامض، اللي هي ممكن أن تتفاعل ويا قواعد أو ممكن تتفاعل ويا النيوكليوفيلات. هنا طبعا ممكن أيضا تعاني من تفاعلات الإضافة النيوكليوفيلية على مجموعة الكربونيل، طبعا يعني ولو أقل من الألديهايدات والكيتون، لكن أيضا نقدر نحمي هذه المجموعة من هذه الإضافات أو التفاعلات الإضافات النيوكليوفيلية. أبسط تفاعل طبعا لازم نحميها طبعا من قلنا من القواعد وكذا، يعني البروتون هذا نقدر نحميه اول شيء، ونقدر نحمي ايضا مجموعه الكربونيل من الاضافه النيوكليوفيليه. مجاميع الكاربوكسيليك اسيد مجاميع سهله التفاعل بتحويلها الى استر، هو ابسط تفاعل تعاني من عنده مجاميع الكاربوكسيليه، يعني ممكن نفاعله ويا كحول مناسب يتحول الكاربوكسيليك أسيد إلى إستر. إذا نقدر نستغل هذا التفاعل بوجود حامض قوي نحوله إلى مجموعة إستر. هسا نجي ناخذ أول مجموعة اللي هي يسموها مثل إستر. طبعا المثل إستر ممكن نحول الكاربوكسيليك أسيد بسهولة إلى مثل إستر باستخدام رياجنت يسمونه دايازوميثين. هذا الريجنت ممكن يحول لي مجموعة الكاربوكسيل إلى مثل إستر اللي تشوفونه قدامكم ويطلع لي الـN2 على شكل غاز. إذا تفاعل جدا
سهل، استخدم ريجنت واحد ويا الحامض ينطيني الناتج مالتي. نجي نشوف الميكانيكية التفاعل شلون يصير. طبعا عندي التركيب مال الديازوميثين يكون بهذا الشكل، عندي CH2- وعندي هذا ال N بلس تربل بوند N. هذا طبعا يعني المركب متعادل، يعني لين عندك شحنة سالبة وموجبة، فهاي الشحنة السالبة ممكن أن تأخذ البروتون الحامضي كخطوة أولى وتكون عندي الكاربوكسيليت ويتكون عندي هذا الريجنت. بالخطوة الثانية الكاربوكسيليت اللي هو هذا الأنيون على الأكسجين يأخذ طبعا أو يهجم على مجموعة CH3 بتفاعل SN2 يطرد لي هذا الـ N triple bond N plus يحوله إلى نيتروجين، يعني مجموعة مغادرة جيدة. إذا تفاعل SN2 هنا راح يكون تفاعل جدا فعال بسبب أنه هاي CH3 هي أولية، وكذلك عندي مجموعة مغادرة جيدة، وكذلك عندي نيوكليوفيل جيد. الدي بروتكشن يعني إذا أريد أزيل هذه المثل إستر شلون؟ طبعا عندي سبيسيفيك ريجنت اللي هي عندي ريجينات مناسبة وخاصة لهذه المجموعة، مجموعة المثل إستر. ممكن أستخدم ليثيوم هيدروكسيد بوجود الميثانول والH2O، أو ممكن أستخدم ألومنيوم بروميد أو تراي بروميد بوجود التترا هيدرو ثايوفين وبروم تمبريتشر. ممكن أستخدم ليثيوم أيودايد بوجود البيريدين وبالرفلكس أحصل على الدي بروتكشن لمجموعة المثل إستر، يرجع ليها إلى طبعا إلى أسيد. هسه هنا مثلا عندي إكزامبل أنه إحنا بنقول سبيسيفيك معناتها شنو؟ خاص فقط للمثل إستر. إذا نشوف هنا أنا عندي مجموعتين إستر، إذا أستخدم ليثيوم أيودايد والبيريدين بريفلكس يسوي لي طبعا سيلكتيف هيدروليسيس، راح يصير هيدروليسيس فقط على المثل إستر، فهنا صار عندي تحول إلى إستر، في حين هذا الثاني بقى على حطته ما تأثر. ممكن أستخدم الأيزوبروبايل إستر. طبعا تعرف أنه الأيزوبروبايل هو يعني عندي بروبايل مرتبط من المنتصف، هاي يسمونه الأيزوبروبايل. فممكن أنا أضيفه وسوي إستر أيضا، هاي مجموعة تصير بلكي يعني شوي مجموعة يعني تعيق التفاعلات اللي تجري عليها من على الكربونيل. راح نشوف هسه عندي مجموعة بعد أكثر إعاقة نستخدمها. لكن شلون ندخل هذه المجموعة الكحولية ونحول هذا إلى إستر؟ طبعا أول شيء التفاعل هو تفاعل ينتج لي من عنده ماء، يعني لما نسوي تفاعل استرفيكيشن يسمونه، لما نحول مجموعة الكاربوكسيل إلى إستر بوجود الأيزوبروبانول والديماب، ريتكم تطلعوا لي شنو الديماب، راح يتحول عندي مجموعة الكاربوكسيل إلى إسترية. هاي طبعا هنا أكو هنا لازم الأيزو يصير هنا ورا هذه، يعني مو الآي بالبداية، هنا أكسجين بالبداية، خلينا نصححها تكون بهذا الشكل، يعني عندي الأكسجين مرتبطة ويا الكربونيل فالأيزوبروبايل مرتبط بالأكسجين. هنا الماء لازم يعني أتخلص من عنده، لأن وجود الماء راح يسبب لي هيدروليسيس المن للمجموعة الإستر، فراح يرجع التفاعل. فحتى أزيل الماء أستخدم DCC. DCC هو ريجنت يمتص للماء. شلون؟ هذا التركيب مالت عندي DCC اللي هو هنا يأخذ لي جزيئات الماء الثنين، يسمونه dehydrating agent، يعني هذا العامل اللي يمتص للماء، يعني يزيل الماء عن طريق تفاعل H2O ويا هذه الجروب اللي موجودة بالمنتصف اللي C double bond N ومنها C double bond N. فاش تتحول هذه الجروب؟ تتحول إلى مجموعة كربونيل بالمنتصف، وعندي هنا NH وهنا NH، هذا يسمونه NN dicyclohexyl urea. فهذا ده الريجنت ضروري للاسترفيكيشن في للايزوبروبايل استر. المجموعه الاخرى هي التيرشري بيوتايل استر. التيرشري بيوتايل استر طبعا يعني تفاعل الكحول شوي جزء صعب
لأن إذا استخدم كونيك يعني عندي يعني في ظروف حامضية، إذا استخدم تيرشري بيوتانول راح يصير بي مشاكل، يعني يصير بي لربما تفاعلات أخرى فيتجلي هذا الناتج. فإحنا نقدر نستخدم الألكين مباشرة، لأن أنا شنو أريد؟ أريد أنا أول شيء أكون كربونيوم أيون. إذا أنا أضيف H2SO4 أقدر أحصل على الكربونيوم أيون من هذا اللي هو تيرشري كربونيوم أيون مستقر. فعندي هنا كحول، العفو، مجموعة هيدروكسيل للمجموعة الكربوكسيليك أسيد راح تتفاعل طبعا ويا الكربونيوم أيون المتكون بسبب وجود هذا الألكين H2SO4، رأسا ينطيني هذا الإستر. هذا الإستر هنا بي تيرشري تكون ثالثية، تكون مجموعة طبعا لما نكتبها بهالطريقة ونكتبها بهاي الطريقة. طبعا هذه المجموعة تكون مجموعة إعاقة فراغية للهجوم النيوكلوفيلي على مجموعة الكربونيل. أنا أقدر يعني أضيف هذه الجروب، ومن أستخدم مثلا نفرض نيوكلوفايل بتفاعل معين أقدر على مجموعة أخرى على الآر، راح أقدر أحمي هذه الجروب من أول شيء من القواعد وكذلك من النيوكلوفيليك ريجنت من التفاعل اللي يسبب لي تفاعل إضافة النيوكلوفيلات. طبعا التيرشيري بيوتايل والايزوبروبايل استرز اللي هي البروتكتينج جروب اللي تونا شفناها ممكن أسوي لها دي بروتكشن باستخدام الأسيديك هيدروليسيس، ممكن أستخدم ظروف حامضية لإزالة هذه الجروبات. طبعا المذيب المناسب هو نقدر نستخدم يسمونه TFA هذا اللي هو تراي فلورو أسيتيك أسيد، أو هنا أنا عندي الفورميك أسيد، أقدر أستخدم أحد هذه الرياجينات على مود أزيل مجموعة البروتكتين جروب إستر. البنزايل إستر هذا يعني بيفد ميزة كلش حلوة، انه انا اقدر طبعا باستخدام نفس الظروف استخدم هنا ظروف حامضية والتسخين ينطيني مجموعة البن. هاي اخذناها احنا، وين اخذناها اذا تتذكرون؟ اخذناها بالايثارات، سويناها مجموعة حماية بنزايل، حولنا البنزايل ايثر. طبعا استخدمنا ظرف مناسب للدي بروتكشن اللي هو الصراحة نشوفه بالدي بروتكشن. استخدمنا طبعا بالايثرات اللي هو بليديوم على الاون كاربون هيدروجينيشن او هيدروجينيليسيس، وازلنا مجموعة البنزايل هذه، فصارت هنا نقدر نستخدم نفس الريجنت على الاستر هذا اللي هو هنا البن، هذا يسموه بن، هذا نستخدم البليديوم على الكاربون هيدروجينيشن، راح طبعا يرجع لي الكحول، يرجع هنا نسوي لنا بنزايل الكحول، والمجموعة اللي أريدها أنا أسوي لها دي بروتكشن مجموعة الكاربوكسيليك أسيد. إذا هذا الريجنت ممكن أن أستخدمه كأورثوغونال إذا تذكرون، يعني أنا إذا أستخدمه مع مجموعة أخرى أسوي بروتكشن مجموعتين، مجموعة مثلا نفرض هنا كاربوكسيليك أسيد أو مجموعة نفرض إيثر أو أمين أو غيرها، فهذا الرياجنت يفيدني أنه يزيل فقط هذه المجموعة، يزيل فقط مجموعة البنزايل. السيلايل إسترز احنا أخذنا سيلايل إيثر اللي تفاعلات يعني أو حماية الكحولات من التفاعلات الكثيرة اللي هي هناك تفاعلات الحوامض والقواعد إلى آخره. هنا أيضا نقدر نستخدم السيلايل بس هنا إستر نسوي، فهاي طبعا ممكن يعني يكون مقاوم يعني تفاعلات مع القواعد والنيوكلوفيلات القوية اللي مثل عندي كواشف غرينيارد أو الليثيوم أورغانيك كومباوند أو الألكايل ليثيوم، هاي أيضا يحميلياها من اللي يسموه أسيد إنديوست هيدروليسيس، يعني من التحلل المائي بوجود الحامض.
البروتكشن نقدر نسوي بروتكشن مثل ما تعلمنا، انه انا اقدر اجيب مثلا هنا على سبيل المثال الايزوبروبايل، هنا تراي ايزوبروبايل سيلايل كلورايد بوجود الاميدازول وجود دي ام اف، نفس الميكانيكيه نقدر نسوي اللي سويناها بالايثرات، نفس الريجنت اقدر اخليه هنا يتفاعل ويا الكاربوكسيليك اسيد فيحول لي الى استر سيلايل استر. الدي بروتكشن، هذا الدي بروتكشن نفس الدي بروتكشن اللي اخذناه في الايثرات يعني او السيلايل ايثرز، انه نستخدم مصدر للفلورايد مثلا على سبيل المثال اتش اف بوجود البيريدين حتى اسوي دي بروتكشن. اذا الخلاصه انه انا عندي مثل استر، عندي ايزوبروبايل استر تيرشيري بيوتال استر، وعندي البنزايل استر وكذلك السيلايل استر. الخلاصه مالت النهايه المثل استر على سبيل المثال طبعا كلهن يحمل الكربوكسيليك اسيد، عندي هذه الاولى تحمل اياها منين؟ من القواعد والنيوكلوفيلات، ممكن اسوي لها بروتكشن بواسطه قلنا الديازوميثين، او كذلك اسوي لها دي بروتكشن باحد هذه الريجنات اللي موجوده. المجموعه اللي وراها اللي هي ايزوبروبايل استر قلنا هذه شويه بها يعني اعاقه فراغيه، ممكن طبعا تحمل اياها من الاضافه النيوكلوفيله وكذلك من البيسز، والريجنت المناسب قلنا نستخدم دي ماب والكحول مالتي الايزوبروبايل الكحول ودي سي سي. دي سي سي قلنا ممكن هذا يكون يسموه دي هايدريتنج ايجنت اللي هو عامل سحب الماء. نسوي له نقدر دي بروتكشن اما بالتي اف اي اللي هو تراي فلورو اسيتيك اسيد او باستخدام الفورميك اسيد. التيرشيري بيوتايل استر ممكن انا طبعا هاي الستركتشر مالت البروتكتنج جروب، ممكن ها طبعا ايضا يحمي لي الكربوكسيليك اسيد من القواعد والاضافه النيوكلوفيليه، هذا بسبب انها الاعاقه الفراغيه اللي موجوده من اللي سببها التيرشيري بيوتايل جروب. الايزوبيوتيلين كونيك H2SO4 هو هذا اللي ينطيني هذا الاستر بحصيله عاليه، اقدر ازيله بنفس العامل اللي زلت به الايزوبروبايل استر. البنزايل استر ممكن استخدمه وكذلك نفس البروتكشن اللي انا استخدمها يعني نفس الظروف مثل البيسز والنيوكلوفيليك اديشن اللي تصير على الكربوكسيليك اسيد، ممكن انا احمي الحامض الكربوكسيليه منها، وممكن اسوي بروتكشن بوجود الحامض والتسخين ينطيني البنزايل استر. هنا انا مميز عندي التي بروتكشن عن طريق قلنا البليديوم اون كاربون هيدروجينيشن. السيلايل استر ايضا يحمي لي الحامض الكربوكسيليه من الكواشف جرينيارد والليثيوم organic compounds او عندي يسمونه الاسيد انديوست هيدروليسيس. الريجنت مالتنا قلنا تراي الكايل سيلايل كلورايد مثلا واميدازول والدي ام اف. الازاله مالته ممكن نستخدم اتش اف بوجود البيريدي. هذه خلاصه لكل المجاميع عدا مجاميع الكربوكسيليك اسيد الأورثوغوناليتي مالتها، يعني إذا استخدمنا الأورثوغوناليتي مثل ما عرفنا أنه مدى استقرارية أحد المجاميع الحماية عند إزالة مجموعة أخرى، مجموعة حماية أخرى. يعني مثلا أنا هسه عندي هذا الأسيتال اللي هو يحمي لي على سبيل المثال يحمي لي الألديهايد أو الكيتونات. اذا استخدم طبعا ازيله طبعا بالاكس معناتها ينزال، ازيله بالاسيتال. لكن اذا موجود بنفس المركب عندي هذه المجموعه الحمايه اللي هي ظروف الازاله مشابهه هم تزال بمن بالحامض، فهذه راح تسبب لنا مشكله، هم تنزال ايضا وياه الموم ايضا تنزال. لكن اذا مثلا بنزايل ايثر ممكن اوكي ماكو مشكله، يعني اذا انا اقدر اغير
إذا هذني يعني يسبب مشاكل، بدل ما استخدمن استخدم البنزايل إيثر، لأن ما راح يتأثر لما أزيل الأسيتال بالأسيد، راح يقاوم. هنا عندي أيضا بارا ميثوكسي بنزايل، أقدر أيضا يقاوم الظروف الحامضية. وهكذا بالنسبة للبقية مثل ما تعلمنا. إذن هذا الجدول يفيدنا أنه إحنا نتعلم شلون نستخدم حد ظروف التفاعل أو الإزالة بوجود مجموعة أخرى، ونشوفها هل هي تقاوم أو تنزال بوجود هذا العامل اللي راح نستخدمه للدي بروتكشن لمجموعة معينة. كوزنا لهذا اليوم هو أول شيء يعني examine the scheme below and answer the following، يعني شوف هذا السكيم اللي موجود مال التفاعلات وجاوب على الأسئلة التالية. For each protection group give suitable reagents and conditions، يعني هنا علامة الاستفهام تنطوني الكونديشنز والرياجنات المناسبة لكل خطوة، هنا بالخطوة يعني بالتفاعل الأول وبالتفاعل الثاني. اللي بعدها for each deprotection بالبروتك هاي deprotection طيني الميكانيكية مات التفاعل. الأخير حسب التفاعلات الموجودة اللي تعلمناها، هل هذه التفاعلين بها orthogonality لو لا، يعني هل نقدر نزيل وحدة ونخلي وحدة برينج معين، مثلا أزيل هذه هذه تقاوم، أو بالعكس أزيل هذه هل هذه تقاوم وما تتأثر بالريجنت اللي استخدمه. وشكرا.